يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. صراحه الاعصاب ابتدت تتشد، العد التنازلي خلاص بدا، بقاله يومين كده احنا دخلنا في اجواء الماتش، ماتش الاهلي والوداد، ماتش صعب مهم، ده امر مفروغ منه، لكن اعصابنا مشدوده شويه، مش قلق او مش قله ثقه في لعيبه الاهلي او في الجهاز الفني، لا ابدا، لكن هي نهائي دوري ابطال افريقيا، هو نهائي دوري ابطال افريقيا، ماتش صعب، فطبيعي انت بتبقى متوتر كده ومترقب المباراه ومستني تفرح بفرقتك تاخد البطوله، وعندنا ثقه كبيره جدا وامال واحلام كبيره جدا مع المجموعه الموجوده ان هم ان شاء الله باذن الله يسطروا تاريخ فريد من نوعه في افريقيا، ان انت تبقى الفريق الوحيد في القاره ياخد البطوله 3 مرات ورا بعض. والله والله لو الظروف طبيعيه باذن الله هناخد البطوله باذن الله واحد احد، لان عندنا لعيبه رجاله وعندنا جهاز فني مميز وكل حاجه افضل في الحقيقه من الوداد المغربي. فريق طبعا محترم، فريق قوي على ملعبه، جمهوره ومسانده الجميع بما فيهم الاتحاد الافريقي، ده امر احنا يعني مقرين بيه جدا، لكن في نفس الوقت ان شاء الله ان شاء الله رجالتنا بشخصيتهم في الملعب يفرحونا. بالتالي حلقه النهارده مهمه بكواليس كتير وتفاصيل اكتر، ومش النهارده بس، بكره وبعده لحد الماتش بالليل هتبقى حلقات مهمه جدا وتفاصيل هنتكلم فيها بشكل مميز، وكواليس كمان خاصه بالاهلي هناك في المغرب، اللي بيحصل والدنيا ماشيه ازاي، هنطمن حضراتكم لحظه بلحظه عن كل جديد يتعلق بالنادي الاهلي. بالتالي منتظرين تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده. سؤال الحلقه بيتعلق طبعا بالماتش ورسالتك للاعيبه والجهاز الفني قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، قول اللي نفسك فيه، اي حاجه عايز تقولها ابعتها لنا واحنا هنعرضها في الجزء الاخير من الحلقه زي ما انتم متعودين دايما بعد تواصلكم معانا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا وفيسبوك، على فيسبوك تويتر وانستجرام، فان شاء الله هناخد تفاعل حضراتكم منتظرينكم دايما لان دي حاجه بتشرفنا بكل تاكيد. النهارده كمان في ماتش مهم قوي، ماتش ليفربول وريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج. انا اهو يا جماعه، انا والله العظيم بحب ريال مدريد جدا جدا جدا، بس نفسي ان صلاح يكسب النهارده، مش بس يكسب، يتالق كمان ويهدف، لان احنا كل فين وفين كل فين وفين يعني ما في حياتنا يبقى عندنا لعيب بيلعب في الليفل ده وفي المستوى ده وبالامكانيات دي، واحد بينافس على احسن لعيب في العالم. فانا متعاطف جدا مع ابن بلدي، متعاطف جدا مع علم مصر، متعاطف جدا مع اسم مصر، ان اسم مصر يتقال ان في لعيب مصري خد البطوله مرتين، والكلام من الكلام ده اللي احنا عارفينه كلنا، دي بيبقى شعور مختلف وحاجه احنا ما كناش عمرنا نحلم بيها يعني. فكل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح النهارده. تعالوا كمان نشوف عناوين حلقه النهارده وابرز العناوين دي ايه، يلا بينا. في ترند الاهلي، الفريق يخوض تدريبه الثالث اليوم بالدار البيضاء، بالتوفيق يا رب. وبدء توزيع التذاكر على الجاليه المصريه بالمغرب. واخيرا في ترند العالمي، الليله النهائي المرتقب بين ليفربول وريال مدريد. اهم ماتشات اليوم، ماتشات مهمه في الدوري المصري تحديدا، هقول لحضراتكم النهارده في 3 ماتشات، ماتش بيتلعب دلوقتي في هذه اللحظات ما بين غزل المحله وطلع الجيش، طلع الجيش متقدم بهدف مقابل لشيء احرزه رجب عمران لاعب الفريق، واحد نجوم طلع الجيش في الحقيقه، هو لعيب موهوب بصراحه يعني. فمتقدم طلائع الجيش على غزل المحله 1-0. المباراه الثانيه او مباراتين اللي هيكون في نفس التوقيت، في مباراه ما بين سموحه وانبي الساعه 6:30، وايضا مباراه الزمالك والاسماعيلي الساعه 6:30، كان المقرر ليها ان هي تكون الساعه 9 بس تم تقديم ميعادها شويه عشان نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين ليفربول وريال مدريد، وهي دي المباراه الاهم بقى النهارده، مباراه ريال مدريد وليفربول في نهائي الشامبيونز ليج الاوروبي دوري ابطال اوروبا. الاجواء بصراحه مهمه وفي اهتمام كبير جدا جدا مننا كمصريين، طبعا دايما بنهتم بنهائي الشامبيونز ليج ايا كان امتى تلعب بأني فرقتين، لكن في نفس الوقت لما يكون عندك عنصر بيمثلك زي محمد صلاح فبتبقى مهتم اكتر واكتر وتترقب بشكل كبير جدا هذه المباراه. بالتالي نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح يتالق النهارده، مهم قوي ان هو يتالق النهارده بشكل كبير عشان ينافس، حتى لو الفرص صعبه شويه، ينافس على جائزه افضل لاعب في العالم مع بنزيما، ممكن كمان امبابي، ماني، انا بشوف ان هو من بعيد شويه بصراحه، لكن في كل الاحوال هنترقب ونشوف. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بقى الكلام اكتر واكتر هنتكلم فيه، فاستنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا اهم حدث بالنسبه لنا الفتره دي هو مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد، مباراه صعبة بكل تأكيد، صعبة
مهمه، مفيش حد يختلف على اهميه المباراه. اي مباراه في نهائي دوري ابطال افريقيا او في البطوله نفسها هي مباراه مهمه طبعا، يعني دي حاجه مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها. لكن صعوبه المباراه لعوامل كتير، واحنا مش هنروح للعوامل دي ومش هنتكلم فيها دلوقتي خالص، احنا حفظناها وعارفينها وشفناها وعشناها وكل حاجه اللي حصل الفتره اللي فاتت من الاتحاد الافريقي وكل الكلام من ده خلاص اتكلمنا فيه كتير. احنا دلوقتي بنتكلم على الماتش، ازاي نقدر نكسب الوداد، ازاي نقدر باذن الله نرجع من المغرب بالبطوله تاني سنه على التوالي، نرجع من المغرب باذن الله بالبطوله، تبقى البطوله الثالثه على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي وال11 في تاريخ النادي. ده هيحصل ازاي؟ بتركيزنا كلنا كجمهور، كمنظومه كلها اللي بتتمثل في الجمهور، في مسؤولين، في لاعبين، في جهاز فني، في كل الناس، كل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي. الحديث دلوقتي عن ايه بس؟ عن ماتش الاهلي والوداد، ازاي نقدر نكسب الماتش ده؟ وبنتكلم طبعا كوره، احنا بنتكلم كوره، احنا مش عايزين اي حاجه تانيه خالص. اكسبني كوره هبارك لك، لكن ككوره انا افضل منك، ككوره انا كنادي اهلي انا افضل من الوداد على المستوى الفردي والجماعي البدني والتكتيكي كل حاجه. وشفنا الكلام ده وتابعناه بشكل كبير جدا على مدار مباريات البطوله. الاهلي اقوى فريق في افريقيا ايا كانت نتيجه المباراه ايه. بالمناسبه احنا فعلا اقوى فريق في افريقيا وباقوى مجموعه، ولسه وافتكروا ان انا قلت لكم لسه في تدعيمات هتبقى مميزه جدا في صفوف النادي الاهلي في الموسم الجديد، بس كل حاجه في وقتها. الاهم دلوقتي ايه؟ ان انت كلاعب كمان تخش مركز الماتش، تبقى داخل تلعب بشخصيتك بهدوءك. بمناسبه الهدوء والضغوط اللي بتبقى على اللعيبه، ودي حكايه انا هحكيها لحضراتكم مهمه قوي، لان انا كنت من الناس واحد اهلاوي قلقان شويه من الماتش، قلقان شويه من الظروف المحيطه بالمباراه، قلقان شويه من جمهور الوداد، لان انا ما رحت هناك مرتين حضرت الماتشين الاهلي هناك في ملعب الوداد في مركب محمد الخامس بجمهور الوداد بالضغط الكبير اللي بيحصل، فانا متخوف شويه. كنت حريص قوي قوي ان انا احضر مران الاهلي الاخير، وبالمناسبه كنت حضرت، ودي حاجه بحاول اتفائل بيها شويه رغم ان يعني مش مقياس اطلاقا يعني، لكن يوم ماتش القمه، يوم ماتش الاهلي والزمالك في نهائي القرن اللي احنا كسبناه بجون قفشه التاريخي من اهم الاهداف في تاريخ النادي الاهلي، قبل الماتش بيوم بالظبط طبعا كانت مران مغلق. انا من كتر قلقي ومن كتر ان انا كنت يعني مش عارف انام بقالي كذا يوم، خدت اخويا والله ساعتها ونزلنا رحنا النادي، رحت النادي التمرين مغلق، كان في حته بس صغيره كده مفتوحه من الباب اللي هو بيدخل منه اللعيبه اللي هو عند من جوه النادي مش اللي من بره. وقفت اتفرجت ابص بس، مش عايز اشوف تمرين، انا عايز اشوف وشوش اللعيبه عامله ازاي، مستريحه ولا لا، مضغوطه ولا لا، قلقانه ولا في ثقه. انا بحب اطمن نفسي بالحاجات دي بصراحه. نفس الموضوع انا عملته، وكنت حريص جدا ان انا اروح النادي يوم الثلاث اللي فات، ما كانش عندي حلقه، فرحت النادي وقبل اخر مران قبل السفر يعني المغرب اللي هم سافروا يوم الاربعاء، فرحت وحضرت واتكلمت مع اكتر من لعيب ويعني كنت متواجد يعني. اللي اهتمت بيه قوي واللي انا يعني طمني بشكل كبير، وطبعا دي كوره في الاول وفي الاخر مكسب وخساره، بس الواحد اطمن شويه قبل الماتش، لما اتكلمت مع اكتر من لاعب وسالت بشكل مباشر كده، يا جماعه الماتش والضغوط والجماهير وكلام من ده، قالوا جماهير ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ احنا الجمهور ده احلى اجواء احنا بنلعب فيها. ده احنا بنبقى مبسوطين قوي لما الملعب يبقى مليان، حتى لو يعني طبعا لما يبقى جمهور الاهلي بيبقى احسن بكتير، لكن لو حتى جمهور الخصم احنا هنستغل تواجد جمهور الوداد في صالحنا. انا سمعت الكلام ده فعلا والله من بق اللعيبه. فانا لما سمعت الكلام ده اطمنت، وحبيت ان انا اطمن حضراتكم. اللعيبه عندهم ثقه كبيره قوي 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 في نفسهم. عندهم يعني ايه انتظار وترقب للمباراه دي باجوائها. واللعيبه حتى الاساسي بالاحتياطي اللي مش ضامن انه هيلعب نفسه يلعب، نفسه يشارك، عايز يبقى موجود في الملعب في الاجواء دي، عايز يساهم مع الاهلي انه يجيب ايه؟ اهداف وبطولات. تسطر تاريخ ثالث بطوله على التوالي هيبقى انجاز بصراحه رائع جدا، وهتبقى حاجه. وانا بشوف المره دي مش هيبقى انجاز، لا المره دي هيبقى اعجاز. هيبقى اعجاز. ليه بقى؟ ليه؟ هتقول لي طب ما هو الاهلي متعود يكسب بطولات والاهلي متعود الكلام من ده. لا لا، لازم نبقى مركزين. احنا الفتره اللي فاتت دي كلها كل اللي بيتعمل ايه؟ ان انا كاتحاد افريقي ازاي اهيئ الظروف للوداد ياخد البطوله. انا هدفي ايه كاتحاد افريقي ككاف؟ ان الوداد ياخد البطوله. مسانده من الاتحاد المغربي ده طبيعي، فوزي لقجع استخدام نفوذه موجود، شفناه الكلام ده كله مش غريب مش بنالف، تمام.
فملعب مش محايد، جمهور ها المفروض 10,000 من جمهور الاهلي و10,000 من جمهور الوداد و20,000 من جمهور العام اللي هو مين؟ جمهور الوداد برضه، يعني 30,000 جمهور الوداد لو كملنا احنا ال10 ده هيبقى شيء كويس جدا. بالتالي انت بكل العوامل دي والظروف المحيطه بهذه المباراه لو كسبت، انا في وجهه نظري ده يبقى اعجاز، اولا لانك بتحقق رقم فريد من نوعه، ثانيا الظروف اللي احنا كلنا شفناها ما قبل هذا اللقاء. لكن ثقه اللعيبه وشخصيتهم في الملعب هي اللي هتفرق. لو فرضت اسلوب لعبك في الملعب وشخصيتك باذن الله هتجيب لنا بطوله وتيجي باذن الله واحد احد. فبالتالي خلينا يعني ايه مساندين للفرقه وفي ظهرهم، وفي كل الاحوال احنا في ظهرهم، يعني دول ايا كان عملوا ايه، ايا كان جابوا البطوله ما جابوهاش، هم خلاص عندهم رصيد كبير جدا بالنسبه لنا او بالنسبه لهم عندنا. لكن احنا دايما طماعين، والطمع حلو قوي في الكوره، حلو قوي 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 في الكوره. فبالتالي اللقطات اللي حضراتكم طبعا بتشوفوها دي لقطات لمران الاهلي امبارح او ما قبل مران الاهلي بالامس تحديدا، واللعيبه متواجده وهو شايف الابتسامه معلول وقفشه وربيعه ووسط هزار الشحات ولطفي، الحاجات دي كلها تديك ايه كده؟ تديك مؤشرات، ومؤشرات كلها ايجابيه بصراحه. بص الكل بيضحك، الكل مبتسم، الكل هادي هادي، ودي ميزه في الحقيقه. لان الفتره اللي فاتت كان في يعني خطابات من الاهلي، وكان في رد، ما كانش في حتى رد من الاتحاد الافريقي، لكن مش عارف الجانب المغربي بيقول ايه وكلام من ده. فممكن انا كلاعب اعيش الاجواء دي فهخرج بره الماتش، لا، الميزه والفصل اللي حصل من الجهاز الفني مع اللعيبه ان احنا الاداره بتشتغل وبتشوف شغلها، واحنا كلاعيبه وكجهاز فني بنشتغل ونشوف شغلنا. واضح نتائجه الفصل ده، واضح نتائجه على وشوش اللعيبه بصراحه، ولا كان كان في اي مشاكل ولا كان في اي حاجه. احنا عايزين هنروح نلعب ايا كانت ظروفها، الظروف هناخد البطوله يعني. فدي امور كلها مهمه ومؤشرات جيده في الحقيقه. بالتالي عايز اتكلم معاكم عن بعض اللاعبين اللي دايما بيكونوا موفقين في النهائي الافريقي خلال النهائيين اللي فاتت اللي فاتوا، وفي كمان يعني هدف اضافي كان لعمرو السوليه في النهائي بتاع ماتش الترجي اللي كان في القاهره هنا. فالسولية تخصص نهائي، يعني السولية جاب في الترجي، ما كناش موفقين في البطولة. السولية جاب في ماتش الزمالك الهدف الأولاني، وده طبعا هدف غالي برضو زي هدف قفشة كده، هدف قفشة واخد يعني ضجة أكبر لأنه كان هدف الحسم. وكمان السولية جاب جون في الماتش اللي فات اللي هو بتاع كايزر تشيفز في النهائي اللي فات. فبالتالي من المؤشرات والحاجات المهمه ان يبقى سوليا جاهز للماتش ده الحمد لله بعد عودته من الاصابه، وهو عنصر مهم جدا. وبطمن حضراتكم هيكون متواجد باذن الله تعالى في التشكيل الاساسي من بدايه المباراه، وهو جاهز بنسبه 1000000% مش 100% بس. من ضمن كمان اللعيبه قفشه، وانا هقف عند قفشه شويه لان قفشه في انتقادات عليه خلال الفتره اللي فاتت، وبالتحديد ما قبل المباراه الاخيره امام انبي، والناس تقول ان قفشه مستواه اصلا قليل وقفشه اصلا مش عارف ايه. يا جماعه لازم نحط في الاعتبار اول حاجه قفشه لعيب كبير، لعيب مميز جدا جدا، لعيب حتى في ظل ان في بعض المباريات ما ابتدهاش وبعض المباريات ما شاركش فيها، لكن ارقامه بتقول ايه. مع وضع في الاعتبار ايه كمان، ان قفشه لعب في اكتر من مركز. قفشه مع النادي الاهلي الموسم ده لعب 10 ولعب على الاطراف ولعب 8، خلي بالك. فكون ان اللعيب بامكانيات قفشه هو يقدر ان هو يلعب في اي مكان، لكن في نفس الوقت يحقق الارقام اللي انا هعرضها لحضراتكم دي، فدي حاجه ايجابيه قوي بصراحه لصالح قفشه، وفي الحقيقه يستحق عليها التحيه والمساند حتى لو هو مش في التوب فورم، لكن لازم احنا نبقى في ظهره. بدايه مباراه انبي المباراه كلها في الحقيقه لعب في نص الملعب مركز 8، ادى ماتش كبير جدا وشخصيه، وهات لي الكوره وبصيلي والعب وما تقلقش. هي دي الشخصيه اللي احنا بنبقى عايزينها. ارقام قفشه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، لعب في دوري ابطال افريقيا 10 ماتشات سجل جونين، او ماشي خلينا في الدوري الاول. في الدوري لعب كام ماتش قفشه؟ لعب 16 ماتش لحد دلوقتي، سجل كام؟ سجل 5 وصنع 5، يعني ساهم في 10 اهداف من اصل 16. ده رقم كويس جدا للاعب الناس ممكن تكون بتنتقده شويه. احنا لازم نعرض الحاجات اللي زي دي علشان ايه؟ نبقى عارفين واقفين على مستوى اللعيبه بتاعتنا وامكانياتهم المميزه. في افريقيا لعب كام ماتش؟ لعب 10، جاب كام جون؟ جاب هدفين. وخلي بالك ده في بعض الماتشات، يعني ماتش الرجاء مثلا ما لعبوش هناك، يعني في بعض المباريات ما لعبهاش. اذا هو لعيب جامد ولعيب مؤثر ايا كان، سواء بدا او ما بداش، ايا كان الدقائق اللي بيلعبها هو مؤثر بشكل كبير،
وفي مختلف الاماكن والمراكز، فدي نقطه لازم نركز عليها. فلازم يكون في تقدير كبير جدا لموقف زي ده، او مش موقف يعني، ده دوره وواجبه، لكن تقدير للمجهود الكبير والثقافه وعقليه اللاعب في ان هو ازاي حتى وهو مش ما بياخدش دقائق كتير لكن بيبقى مؤثر، وهي دي الشخصيه اللي بيحتاجها دايما النادي الاهلي. من ضمن كمان الاخبار والامور المهمه جدا، الاهلي طبعا انتوا عارفين ان امبارح كان الاهلي وجه الدعوه للجماهير، يا جماعه تعالوا اشتروا او مش اشتروا، تعالوا خدوا التذاكر احنا بنوزعها على الجاليه المصريه وعلى جمهور النادي الاهلي من مختلف انحاء العالم اللي حابب ان هو يحضر الماتش يجي في مكان مخصص للتيكتس بتاعه جماهير النادي الاهلي في مركز تدريب نادي الرجاء تحديدا عشان تاخد التذكره. وانا هعرض لحضراتكم صور حقيقيه وفعليه لما حدث اليوم النهارده. النادي الاهلي وزع التذاكر على عدد كبير جدا من الجماهير المصريه، سواء بقى المتواجدين هناك في المغرب او الجماهير اللي توافدت من مختلف الدول لكازابلانكا عشان يحضروا مباراه الاهلي ويساندوا الفريق. فالنهارده بالفعل تم توزيع التذاكر، وان شاء الله باذن الله نشوف عدد لا باس به من جماهير النادي الاهلي في مباراه الوداد يوم الاثنين باذن الله تعالى. وايا كان العدد، يا ريت يا جماعه تجيبوا لي الفيديو بتاع الراجل المشجع حبيبنا ده بتاع امبارح ده. ايا كان العدد، ادينا شفنا امبارح واحد راح حضر. طب ماشي، خلينا نتكلم على الصور الاول. هي دي الصور اهي بتاعت الجاليه المصريه في المغرب وبعض الجماهير ممكن تكون متوافده من الخارج عشان تحضر مباراه. عدد كويس وواضح فيه اقبال يعني، ودي حاجه ايجابيه قوي 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 في ماتش بظروف زي دي بنديه زي دي وطوابير وكلام من ده. اذا احنا كده باذن الله على وشك ان احنا نشوف عدد كويس قوي قد يصل الى، مش عايز ابالغ قوي يعني، خلينا نقول 3000 مشجع يكونوا موجود على اقل تقدير، يكونوا موجودين مع الاهلي في الـ في الـ في الماتش ده عشان يساندوه. دي اللقطه بقى اللي انا كنت بتكلم عليها امبارح، لان اللقطه دي بصراحه انا بقول لحضراتكم حتى ايا كان العدد قد ايه وحتى لو الجمهور الوداد اكتر، لكن ادي شفنا مشجع بمليون مشجع امبارح ازاي بيشجع في الملعب التدريب بتاع النادي الاهلي، واقف وصوته منبوح وعمال ينادي يا افريقيا يا اهلي وكلام من ده. الواحد اول ما شاف المشهد ده امبارح بالليل بصراحه على قناه الاهلي جسمه اشعر المظهر ده. كمان المشهد اللي احنا بنشوفه الكابتن محمود الخطيب رايح له وبيتكلم معاه، ايه طمني عليك، معاك تذاكر ولا لا، هتحضر ولا لا، لا معيش يا كابتن، طب هكلف كابتن سمير عادل يجي دلوقتي يتواصل معاك ياخد بياناتك ويديك التذكره بتاعتك، ولو معاك حد من زمايلك كمان عايز يحضر مفيش اي مشكله خالص. وحاجه في منتهى الروعه، حاجات ما تشوفهاش غير في الاهلي خالص والله العظيم، مش مبالغه. بص الراجل ما بيتعبش ما شاء الله عليه يا ابني، اقسم بالله اقسم بالله زي ما انا حتى كتبت عندي على السوشيال ميديا، والله العظيم الاهلي بيتشرف بيك، الاهلي بيتشرف ان انت مشجع ليه بالحماس ده وبالحب ده. وجاي منين بقى يا جماعه؟ ده جاي من النرويج، يعني ضارب مسافه قد كده بمبالغ ماديه قد كده بتواجد في المغرب عشان يساند الفرقه بالشكل ده. فدي حاجات كلها بصراحه ايجابيه وبرده بتدعو للتفاؤل. خلينا كده ناخد الحاجات اللي زي دي نتفائل بيها باذن الله تعالى، ان شاء الله الاهلي يكون موفق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل لسه كلامنا كتير قوي النهارده، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا كده ناخد بعض الاجواء والاخبار اللي بتتعلق بماتش الاهلي والوداد من خلال السوشيال ميديا ومن خلال ترند الاهلي، وبالتحديد نبتدي بحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر، ومقارنه ما بين محمد شريف نجم النادي الاهلي وامبنزا نجم هجوم فريق الوداد. ارقام هجوميه رائعه للاثنين يعني، سواء لاعب الاهلي طبعا شريف او امبنزا لاعب الوداد. وهنا الارقام بيقول لك ايه، شريف لعب ب 578 دقيقه وامبنزا لعب 650 دقيقه، شريف سجل 5 اهداف امبنزا سجل 3. الاسيستات شريف ما عملش ولا اسيست، كان امبنزا اسيست 1 وتسديد على المرمى، محمد شريف 8 وامبنزا 9 تمريرات حاسمه، تساوى شريف مع وامبنزا 5 تمريرات حاسمه. ما اعرفش هم هنا حاسبين التمريرات الحاسمه كاسيست يعني ولا تمريرات يعني ممكن توصلك للجون، لكن في كل الاحوال ارقام جيده لمحمد شريف تحديدا، وده اللي يهمنا لان محمد شريف برده ما كانش بيلعب بالشكل المستمر كاساسي، في بعض المباريات بينزل يعني بديل في الشوط الثاني لكن برده بيبقى مؤثر وبيأدي بشكل كبير. طيب خلينا ناخد خبر اخر، وده من خلال المصري الرياضي، وموسيماني يقرر الاعتماد على قفشه في الشوط الثاني من مواجهه الوداد. ربما، وارد، كل شيء وارد، لسه الحسابات اكيد ويعني يعني التشاور ما بين موسيماني وجهازه المعاون كابتن سامي قمصان، ها يا جماعه نبتدي بايه، ايه رايكم؟ وفي الاخر القرار طبعا بتاع موسيماني، هل الاهلي هيلعب 3 4 3 4 2 3 1،
لسه الامور مش واضحه، ممكن يلعب 4-3-3 كمان، لان موسيماني عنده ميزه في تنوع تكتيكي بشكل كبير جدا ومرونه تكتيكيه مميزه، ممكن يعني تدي افضليه شويه للاهلي. بالمناسبه في مرونه تكتيكيه برضو والله عند فريق الوداد برضو من مدربهم الركراكي، يعني بغض النظر عن تصريحاته، يعني تحس ان تصريحاته مقفوشه شويه فيك كده شويه. خلينا نروح لخبر اخر، وخبر بيتعلق بالوطن الرياضي. طبيب الاهلي يحسم لموسيماني موقف محمد عبد المنعم من مباراه الوداد. بصوا يا جماعه عشان نبقى برضو صراحه مع بعض كده، محمد عبد المنعم يعني بنسبة 95-96-97% بره المباراة. ليه؟ لأنه مش جاهز بنسبة 100% إنه يلعب. إذا الأقرب اللي يلعب مين؟ ياسر، أيمن أو ربيعة؟ أيمن الأقرب. هنشوف إيه اللي هيحصل، ممكن برضو نتفاجأ النهاردة بعد المران اللي المران بالليل نلاقي إن عبد المنعم يعني بقى كويس جدا، بس نسب ضئيلة قوي قوي اللي ممكن من خلالها عبد المنعم يكون جاهز الماتش، ويعني اعتبره عبد المنعم خارج المباراة. هننتظر برضو الجديد والرسمي من طبيب الأهلي النهاردة بعد المران. طيب خلينا نروح لحساب بطولات وتقارير مغربية تكشف حالة خماسي الوداد المصاب قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. بصوا يا جماعة، أنا بيعجبني قوي هناك في الصحافة المغربية وفي كل الناس اللي بتآزر فريق الوداد هناك كصحفيين أو إعلاميين، ما بيوضحوش الرؤيه. يعني في مثلا 3-4 مصابين في الوداد. انا امبارح تواصلت مع ناس من زمايلي الصحفيين او الاعلاميين هناك في المغرب، حاولت اعرف هل هم جاهزين مش جاهزين، قالوا لي يعني لسه الموضوع مش واضح كلام من ده، مش هيدوك ايه يعني مش هيقولوا لك معلومه. ليه؟ هم مكتمين على فرقتهم، عايزين يبقى في نوع من انواع الضبابيه كده قبل المباراه، وده بيبقى حقهم بصراحه. يعني كل واحد بيحافظ على اوراقه، كل واحد بيحاول ان هو يعني يكتم على فرقته عشان يبقى في يعني ممكن يكون في مفاجات من المدير الفني، فده بيبقى مهم. فايا كانت التقارير المغربيه قالت ايه في القصه دي، ما اضمنهاش يعني او ما اضمنش حقيقتها. خلينا ناخد سبورت 360 وبيتكلموا حسابه على تويتر، في مثل هذا اليوم 2021 الاهلي يتوج بكاس السوبر افريقي المره السابعه في تاريخه عقب الفوز على نهضة بركان. إن شاء الله نكسب كمان الوداد ونلعب نهضة بركان في السوبر تاني ونكسبهم بإذن الله تعالى. روح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا يلا بينا. طيب الأيام دي في حدثين مهمين جدا. أول حاجة النهاردة مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي تشامبيونز ليج الأوروبي، والمباراة الثانية هي مباراة الأهلي والوداد بعد بكرة بإذن الله تعالى في نهائي تشامبيونز ليج الأفريقي. بالتالي عشان كده أنا معايا واحد من المحللين الرياضيين المميزين جدا واللي هو جاي بقى قدام كده في المستقبل، حاجة تقيلة وحاجة جامدة وتحب تسمع له كده وتسمع تحليله يعني في الحقيقة. محمود شاكر عبر سكايب معانا على سكايب، ونتكلم معاه في بعض الامور المهمه الخاصه بمباراه ليفربول وريال مدريد وايضا فيما يتعلق بمباراه الاهلي والوداد. يا محمود مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع متابعي قناه الاهلي، ودايما كالعاده مبسوط ان انا معاك. احنا سعداء بتواجدك معانا يا حوده. خليني سريعا ابتدي معاك بماتش الاهلي والوداد، ازاي بتشوف الماتش ده وازاي الاهلي يقدر ان هو يتفوق على الوداد في ظروف صعبه، بتكلم بالتحديد من الجانب الفني. خلينا الاول نقول ان مباراه النادي الاهلي ونادي الوداد مش مباراه زي اي مباراه فاتت طبعا. نهائيه النادي الاهلي يمكن دي السنه الثالثه على التوالي للنادي الاهلي موجود في نهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن الظروف امير كنت سامعك حتى قبل الفصل بتتكلم على الظروف اللي النادي الاهلي اتحط فيها، والسؤال يكون هنا برضو لحد امتى النادي الاهلي هيفضل يدفع ثمن الاخطاء التنظيميه في الكاف. شفنا في كاس العالم النادي الاهلي بسبب تضارب المواعيد ما بين كاس امم افريقيا وما بين كاس العالم، شفنا النادي الاهلي دخل اول مباراه مونتيري المكسيكي من غير لعيبه كثيره جدا، ونفس الكلام برضو دلوقتي بنشوفه تنظيميا المغرب هي للاسف هي اللي بتحصل على تنظيم مباراه الاهلي والوداد. وطبعا كلنا عارفين راجل فوزي لقجع مدير الرئيس الاتحاد المغربي ومدى قوته ونفوذه، ان هو بيحاول على قد ما يقدر ان كل يعني كل الظروف تبقى مهيئه لنادي الوداد ان هو يعني يبقى ليه المبادره دايما او يبقى ليه الافضليه علشان بيلعبوا على ارضهم وجمهورهم. وشفنا طبعا موضوع التذاكر وتقسيم التذاكر والتذاكر العامه وحاجات كتيره اتكلمنا فيها كتير ومش هنترك فيها قوي، ولكن خليني الاول اقول ان نادي الاهلي
ولاعيبه النادي الاهلي لازم تنسى خالص الموضوع ده، لازم لاعيبه النادي الاهلي تفصل تماما عن اللي بيحصل ده. الامور دي امور اداريه، امور ليها علاقه بمجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد كفيل كويس جدا ان هو يقدر او يحاول ياخد حق النادي الاهلي لو النادي الاهلي ليه حق في المواضيع دي كلها. ولكن اللعيبه لازم تفصل تماما ان المباراه دي مباراه هتذكر في التاريخ، ان النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا وان شاء الله كسبها، او لو لا قدر الله خسرها فاللي هيتكتب في التاريخ ان النادي الاهلي حصل على البطوله او لم يحصل عليها. كل الظروف اللي فاتت دي محدش هيذكرها تماما. لعيبه النادي الاهلي متمرسه على المواعيد اللي زي دي، لعيبه النادي الاهلي الظروف اللي زي دي مرت بيها كتير جدا. المغرب اكتر بلد في افريقيا فيها صعوبه كبيره جدا في مباريات الانديه الافريقيه لما تروح تلعب المغرب. شفنا طبعا مباراه الرجاء وشفنا مباراه الوداد، ويمكن شفنا كمان شراسه جمهور الوداد في مباراه نادي الوداد ونادي الزمالك في دور المجموعات. ولكن المباراه زي ما بنقول لعيبه النادي الاهلي لازم تفصل خالص عن المشاكل اللي بتحصل. طيب محمود بالتحديد عايز اتكلم بقى عن طريقه اللعب الانسب للاهلي من وجهه نظرك في الماتش ده، يعني هل 3-4-3 4-3-3 4-2-3-1 شايف ايه؟ دلوقتي احنا لازم اول حاجه لو عمرو السوليه سليم 100% ويقدر يشارك وما بيشاركش بقاله شهر، لو عمرو السوليه سليم انا شايف ان النادي الاهلي يلعب بطريقته المعتاده، ثلاثه في وسط الملعب وحمدي فتحي يبقى ليه الادوار اللي هو ينزل بالظبط، ينزل يستلم الكوره عشان يقدر يطلع النادي الاهلي بالكوره من تحت دي في الحاله لما يكون النادي الاهلي معاه الكوره، وفي نفس الوقت لما النادي الاهلي بيفقد الكوره بنشوف ان حمدي فتحي عشان يغطي ورا علي معلول وعشان يغطي ورا محمد هاني، ان حمدي فتحي بينزل كتالت عشان يعملوا ستريتش بحيث ان ايمن اشرف او ياسر ابراهيم سواء اللي هيلعب هنا او هنا هيبقى يمين وشمال وحمدي فتحي في النص عشان يقدر يغطي في ظهر الباكات. دي طريقه. وفي كلام كتير ان لو عمرو السوليه مش جاهز انا شايف يا امير ان هو ممكن يقدر يلعب 4-2-3-1 بحيث ان حمدي فتحي وديانج يبقوا ثابتين رقم 6 في وسط الملعب، وقفشه بيقوم بدور صناعه اللعب ينزل يستلم ويقدر يمشي الكوره ويقدر يربط ما بين الثلث الهجومي والثلث الدفاعي. ويمكن شفنا ده في المباراه اللي فاتت في الدوري، شفنا ان قفشه اخر مباراتين في الدوري قفشه كان متفوق بشكل كبير جدا وقدر يستعيد جزء كبير جدا من مستواه، وقفشه كان نقدر نقول نجم المباراه اللي فاتت اللي النادي الاهلي قدر يكسب فيها في الدقائق الاخيره. دي طريقه وطريقه ثانيه، وبناء على التغييرات وبناء على بناء على الاصابات وبناء على مين اللعيبه اللي جاهزه، لان المباراه دي امير هيبقى فيها جهد بدني رهيب، هيبقى فيها عنف، هيبقى فيها شراسه، هيبقى فيها احتكاكات كتيره جدا. فهي طريقتين، يا سواء هو يلعب 4-2-3-1 يا اللي يلعب 3-4-3 اللي بتتغير سواء الاهلي معاه الكوره وحمدي فتحي يزيد او حمدي فتحي بيرجع لما الاهلي يبقاش معاه الكوره. طيب فيما يتعلق بقى بنهائي دوري ابطال اوروبا محمود، ليفربول وريال مدريد، بتشوف الماتش ده ازاي ومين اللي ليه الافضليه للفوز باللقب؟ المباراه ما بين اقوى فرقتين في اوروبا، اقوى ثلاث فرق في اوروبا معاهم مانشستر سيتي طبعا. مباراه ريال مدريد فريق متمرس بشكل كبير جدا على البطوله دي بتاعته. الموضوع زي ما قلنا النادي الاهلي طبعا مع الفرق في اوروبا، ريال مدريد متمرس جدا على دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد تعرض لكل المواقف دي قبل كده، ريال مدريد 60% من السكواد بتاعه كان موجود في الثلاثه تشامبيونز ليج اللي اتاخدوا ورا بعض مع زين الدين زيدان. قصاد الثانيه فريق شبه متكامل اللي هو ليفربول، فريق عنده افضل مدافع في العالم، فريق عنده الثلاثي الهجومي ثلاثي قوي جدا جدا جدا، ولويس دياز تقل جدا الثلاثي اللي قدام. هيبقى في معركه هنشوف دلوقتي هنا امير. ريال مدريد شفناه في مباراه تشيلسي، شفناه في مباراه باريس سان جيرمان، وشفناه في مباراه مانشستر سيتي، بيعتمد على الترانزيشنز في مهاره فينيسيوس جونيور في الدريبل بسرعات العدو زي ما بنقول ما بيجري كتير جدا. الراجل شفنا في ماتش مثلا مانشستر سيتي الكوره اللي خطفها من فرناندينيو وقدر يسحب في المساحه دي كلها. طبعا كلنا عارفين ليفربول بيعتمد على الاستحواذ، ليفربول بيعتمد على الاستحواذ والضغط العالي واسترجاع الكوره في اقل عدد ممكن من الثواني. هنشوف دلوقتي ساعتها في مشكله بتقابل ليفربول وهي عدم وجود فابينيو ممكن عدم وجود تياجو الكانتارا، بس هو بنسبه كبيره هيكون موجود يا محمود. لكن ان شاء الله باذن الله اكيد يعني نتمنى كل التوفيق لليفربول في مباراه اليوم عشان خاطر محمد صلاح. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هيكون معانا محمود شاكر في حلقات لاحقه عشان نتكلم معاه في بعض الامور الفنيه تتعلق بمختلف المباريات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. عايزين نطمن على الاهلي بشكل اكبر. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز موفد قناه الاهلي في المغرب والمرافق لبعثه الفريق فاروق صلاح. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك يا امير وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من كازابلانكا، واخر استعدادات ان شاء الله فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الوداد في مباراه الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا نسخه 2022. اهلا بيك يا فاروق. كلنا سامعينك عايزين نطمن، والنبي ربنا يطمنك، يعني الاخبار ماشيه ازاي واستعدادات الاهلي للمباراه عامله ازاي؟ يعني خليني اقول لك يا امير، في هذه الاثناء مستر بيتسو موسيماني بيعقد محاضره الفيديو مع اللاعبين طبعا قبل التوجه الى ملعب العربي الزولي لاداء الثالث تدريب للنادي الاهلي هنا في المغرب. مستر بيتسو موسيماني يعني من اول يوم عقد محاضرات مستمره في مع اللاعبين على مدار الايام الماضيه وايضا اليوم، طبعا بيعرض كثير من الفيديوهات الخاصه بفريق الوداد اللي بيشدد على قوه خط هجومه. وطبعا مستر بيتسو موسيماني في تدريباته خلال الفتره اللي فاتت بيحاول ان هو يشتغل على الامور الدفاعيه، خاصه ان فريق الوداد واحد من الفرق طبعا المهمه والفرق المميزه اللي بتتميز بقوه والغزاره الهجوميه وتعدد المحاور الهجوميه عنده. مستر بيتسو موسيماني اشتغل على اكثر من شق، سواء في الشق الدفاعي او الشق الهجومي. استخدم برضو في المحاضرات الفيديو بيشتغل مع اللاعبين على خلق دوافع للاعبين. طبعا قال للعيبه بالامس جمله مهمه جدا يا امير، قال لهم انتوا امام مجد شخصي، تصنعوا مجد شخصي ليكم وللجمهوركم وللنادي الاهلي. عايز اطمنك برضو امير على حاله اللاعبين، الحمد لله يعني باستثناء محمد عبد المنعم اللي زي ما صرح لنا بالامس الكابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى في صعوبه للحاقه بالمباراه، لكن باستثناء محمد عبد المنعم كل اللاعبين الموجودين اي 11 لاعب ان شاء الله هيرتدي قميص وتيشيرت النادي الاهلي هيكون قادر ان هو يبذل كل نقطه عرق من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي. اللي احنا لامسينه يا امير في التدريبات التركيز اللي عند اللاعبين، كل اللعيبه بتضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امر من اختيار ال 11 لاعب. يعني عايز اقول لك كبير بيغير في التكتيك وفي الخطط في اكثر من مره نظرا لحاله الجديه اللي عليها اللاعبين، التركيز، اللعيبه كلها بتتسابق يا امير من اجل الحصول على مكان داخل قائمه يعني ان شاء الله التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. عايز اقول لك على جوانب اخرى، طبعا انت عارف منظومه وبعثه النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره شغالين في شق مهم جدا لتواجد الجماهير، اللي جماهير النادي الاهلي بدات تتوافد على المغرب من كل مكان، من كل يعني من كل الدول، من النرويج، من امريكا، من اسبانيا، من المانيا، من فرنسا، ايضا من الجاليات العربيه، من الامارات، من قطر، من الكويت، من السعوديه. الجميع النهارده موجودين في لوحه فنيه بتدل على قيمه ومكانه جمهور النادي الاهلي. عايز اكد لك برضو امير من خلال قناه النادي الاهلي، يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه نفذت تذاكر المباراه بالكامل، يعني التذاكر باستثناء طبعا التذاكر اللي طبعا اللي تكفل بيها مجلس اداره النادي الاهلي واهدائها للمصريين مجانا، باستثناء هذه التذاكر كل التذاكر اللي تم طرحها نفذت بالكامل. كان من المقرر ان يكون في طرح للتذاكر غدا، ولكن اليوم تم نفاذ التذاكر بالكامل. مباراه تحظى طبعا يا امير باهتمام بالغ هنا في الاوساط المغربيه في الاعلام، يعني واحنا بنتجول في الشوارع المغربيه بنتكلم مع الجمهور مع الجميع، الجميع بيقولوا ان هي مباراه تتمنى تكون في اطار الروح الرياضيه ما بين الجمهورين. كابتن سيد عبد الحفيظ كلامه مع اللاعبين المجلس الاداره، احنا عندنا خلاص 90 دقيقه بنقفل اي ملف تاني يا امير، اي امور خاصه باليات التنظيم خلاص مش وقتها، عندنا 90 دقيقه كل تركيزنا في ال 90 دقيقه. لعيبه النادي الاهلي امامهم تاريخ ملخص في 90 دقيقه، هيكتبوا تاريخ تاني مختلف في تاريخ النادي الاهلي يا امير. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في المباراه دي. يا فاروق بس طمنا ميعاد التمرين امتى، محاضرات موسيماني مع اللعيبه ماشيه ازاي، كل البرنامج الخاص بالفريق النهارده. يعني اقول لك يا امير في الوقت اللي انا بكلمك حاليا المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، عقب المحاضره هيكون التحرك الى ملعب العربي الزولي، يعني خلال دقائق هيكون التحرك الى ملعب العربي الزولي. بالمناسبه يا امير طبعا عايز اقول لك ان يعني تم تقديم ميعاد التدريب طبعا انت عارف علشان اللعيبه طبعا والجهاز عايز يتابع مباراه النهائي دوري ابطال اوروبا، وتبقى حافز مهم جدا ودافع نفسي للاعبين طبعا ان شاء الله قبل مباراه الوداد. عقب طبعا التدريب اللي هيكون في ملعب العربي الزولي هيكون العوده الى الفندق. مستر بيتسو موسيماني طبعا في جلساته في اموره مع اللاعبين
يعني مهم جدا يا امير، بيشتغل على الدوافع النفسيه، الاجتماعات كتير، بيتكلم مع اللعيبه في كل التفاصيل. برضو يا امير اقول لك ان غدا ان شاء الله في تمام العاشره صباحا هيكون الاجتماع الفني للفريقين، ثم في تمام الساعه 11:30 بتوقيت المغرب، انا بقول لك بتوقيتات المغرب يا امير، 11:30 اللي هي 12:30 بتوقيت القاهره، هيكون المؤتمر الصحفي لكلا المديرين الفنيين، سواء المدير الفني للاهلي مستر بيتسو موسيماني او وليد الرجراجي المدير الفني لفريق الوداد، اللي لهجه كلامه دلوقتي امير بدات تتكلم على قيمه النادي الاهلي، على وجود النادي الاهلي ان هو المرشح للبطوله، اتكلم على قيمه واهميه مستر بيتسو موسيماني كواحد من افضل المدربين داخل القاره السمراء. الاجواء بقى اللي جوه البعثه امير، جوه اللاعبين يعني انا ببشرك ومطمن كل جماهير النادي الاهلي يا فاروق، وبصراحه منه يعني مش هيخش على موسيماني، هو ملك التصريحات دي. يا فاروق بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، قال لنا كل الاخبار والتفاصيل المهمه جدا. سريعا هاخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده ورسالتكم لجماهير او لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه. فادي محمد قال لعيبه رجاله وقادرين على الفوز ببطوله افريقيا ونحقق البطوله الثالثه على التوالي، اهلاوي وافتخر والفخر ليا، وكل التوفيق للاداره والجهاز الفني والمعاونين وجمهور الاهلي، وان شاء الله البطوله اهلاويه. وتحياتي ليك يا كابتن، تحياتي ليك يا فادي، ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق. يعني هي تويته او تعليق من واحد، من فادي، من واحد من جماهير النادي الاهلي، اعتقد هو نفس شعور كل جماهير النادي الاهلي قبل هذه المباراه. ده كان تفاعل حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند. استنونا في حلقه اخرى جديده مهمه من هذا البرنامج غدا باذن الله. الى اللقاء.